وصية الفنانة المصرية سلوى محمد علي قبل رحيلها أبكت الملايين من الشعب المصري. كشفت الممثلة المصرية سلوى محمد علي عن وصيتها مباشرة على الهواء، وذلك خلال تقديمها برنامج ثلاث ستات مع زميلتها سالي حماد وإيمان يوسف، والذي يعرض على محطة البلد التلفزيونية. وقالت خلال الحلقة إنها أوصت عند موتها بأن يخرج جسمانها من المسرح القومي، لأن هذا الأمر هو حلم وأمنية كل ممثل مسرحية، وهي أرادت التأكيد على ذلك مباشرة على الهواء. وقالت بالتفاصيل: أمنية ممثل المسرح الموت على خشبته كان فيه تقليد زمان، إن لما ممثل المسرح بيموت بتطلع جنازته من المسرح القومي، وأنا أوصيت عائلتي بذلك أن يخرج جسماني بعد مماتي من المسرح القومي.